حد قالك قبل كده عن البلد اللي اتبنت بالكامل جوه حفرة نيزك؟ طب حد قالك ان في طبع ثلاثية الابعاد بس الطبع الاكل؟ معلومة مش معلومة، معلومة مش معلومة مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي صديقاتي، أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة ومعلومة مش معلومة. النهاردة هنكمل وكمان هنخلص كلامنا عن فيتامين دال أو هرمون دال، وهنركز في الحلقة دي على نقص الفيتامين ده وإيه اللي ممكن يسببه، وكمان هنعرف في آخر الحلقة إزاي نرفع نسبة فيتامين دال بسرعة. طيب، نقص فيتامين دال بيعمل شوية مشاكل كده، ربنا يبعدها عنا وعنكم يا رب. منها لا قدر الله مرض الكساح عند الأطفال الصغيرين، اللي هو شكله بيبقى كده إن الساقين بتوع الطفل مقوسين قوي، وكمان بيسبب نقصه لين وهشاشة في العظام عند الكبار. برضو اكتشفوا حديثا إن نقص فيتامين دال بيزود فرصة الإصابة بالربو وعدوى الجهاز التنفسي، وفرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وشوية مشاكل تانية كده عافانا الله وإياكم منها. من الحاجات المهمة برضو إن نقص الفيتامين ده، فيتامين دال، بيسبب تساقط الشعر عند الرجال والنساء، بس خصوصا النساء. وعلشان كده بننصح كل النساء إنهم يتعرضوا للشمس في فترة الظهيرة من 10 الصبح لغاية 2 بعد الظهر. أصدقائي، خلوا بالكم من أعراض نقص فيتامين دال: الشعور بالصداع والتعب المستمرين، وكمان الشعور بألام شديدة في العظم وفي عضلات الجسم المختلفة. نيجي بقى لإزاي نزود نسبة فيتامين دال في الجسم. طبعا الأساس في الموضوع ده التعرض لأشعة الشمس زي ما عرفنا، مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وممكن كمان نتناول مشتقات الألبان بأنواعها والبيض، وخصوصا اللبن قليل الدسم، وكمان المأكولات البحرية فيها نسبة كبيرة جدا من فيتامين دال زي سمك التونة المشهور عندنا. وحاجة كمان، وهي منتجات الصويا وعيش الغراب. وبكده أصدقائي صديقاتي نكون خلصنا كلامنا عن فيتامين دال. استنونا في حلقة بكرة إن شاء الله، هنتكلم عن فيتامين تاني في سلسلة الفيتامينات، ومعلومة مش معلومة. كنتم مع معلومة مش معلومة مع رضوان صوان على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.